شفنا ايه تاني كده مع بعض؟ لما شفنا الخيطة دي، شفنا قطعنا في الكنبة، مشينا كده كرسي كنبة، الكرسي التاني، ترابيزة، باب، شق العمود، كرسي، وهنشوف الكنبة، كرسي، هنشوف بقى ايه الحيطة بتاع الأوضة دي كلها لحد هنا، وبعدين هنقطع فين في الحيطة بتاع أوضة النوم، وهنشوف الباب ده، وبعدين هنشوف سرير، كومود، كومود، سرير، العمود ده، وبعدين هنقطع في حتة البلكونة، وبعدين هنشوف في البلكونة دي فكرة الإسقاط. طبعا المفروض أنا بثبت مسطرة حرف التي هنا وبالمثلث وأمشي بالمنظر ده، يعني لو المثلث قائم كده أمشي بقى أعمل إسقاط كده حاجة حاجة كده وإحنا ماشيين. الطريقة دي أنا شايفها أسهل شوية للناس اللي معندهاش تخيل، يعني شايف الطريقة دي تبقى أفضل شوية. طيب هنيجي بقى نعمل الإظهار هنا أو نشطب، نقفل الحاجات دي. احنا عملنا السقف عالي شوية، تو سكيل مش مظبوط، هنعمل كده، هنمسح الزيادة اللي فوق ده، هنيجي هنا نعمل سمك بلاطة السقف، وبعدين هنيجي بقى من اول مكان ما انا قطعت كده، يعني مثلا ده كنت السقف اهو خلاص، هبص هنا بقى اهو كنبة مثلا اهو، ادي الازهار بتاع الكنبة، في فوتيه اهو انا شايفه الوش اهو مثلا، ادي الازهار الفوتيه، وبعدين هنا في ترابيزة اهي، وبعدين فوتيه تاني اهو، وبعدين باب البلكونة، وبعدين العمود ده زي ما هو كده، وبعدين في الكنبة دي الفوتيه ده سوري، وبعدين ده الوش اهو، وبعدين في الكنبة ماشية كده، واحد اتنين تلاتة اهي، وبعدين الفوتيه التاني قدامه كده، في شباك ورا هنا اهو هيطلع لي هنا كده، ده هو ده شايفه اليفيجن، كل ده شايفه اليفيجن. همشي كده هشوف الحيطة دي، هشوف الباب ده اللي هو ده، همشي كده هقطع في الحيطة دي اوكي، وبعدين همشي كده هلاقي هنا في سرير جنبه كومود، وبعدين كومود جنبه سرير، وبعدين اقطع في شباك البلكونة، يبقى هيبان لي لازم اعمل هنا كده عشان اقطع في شباك البلكونة. ده استنتاج القطاع، طبعا المفروض نعمله بسكيل في حلقة تانية ان شاء الله، احنا بس شرحنا الفكرة. الحلقة الجاية ان شاء الله هناخد القطاعات التانية اللي هو في المطبخ، والقطاع A وBB سوري BB وDD دي وCC، وكل قطاع هنعمله بقى بسكيل نشتغل فيه مع بعض كده، انما احنا النهاردة بنشرح بس فكرة القطاع ايه والتخيل عشان نقدر نطلع التخيل. الطريقة التانية قلنا بنمسك حيطة تانية كده، حيطة حيطة بالمقاس بقى، الأوضة دي 4 متر، بحط هنا 4 متر، واخد سمك الحيطة، و5 متر واخد سمك الحيطة التانية، والفوتيه مقاسه كذا، الكنبة عرضها 60 سنتي أو 80 سنتي، باخد 80 سنتي، القعدة بتاع الفوتيه 40، ظهر الفوتيه 80 أو 90، ارتفاع الباب 2 متر 20، يبقى بالمقاس كده.
انما احنا هنا عملنا ايه، نزلنا اسقاطات كده على طول من غير ما قسناش حاجه خالص، اسقاطات اللي هنحتاجه بس الارتفاعات، يعني نحدد ارتفاع الشباك، ارتفاع الباب، ارتفاع الفوتير، ارتفاع الترابيزه، ارتفاع السرير، ارتفاع الكومود، الحاجات دي. سعدت بيكم واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.